حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن. البداية من موقع المهرية نت الذي ركز على تصريحات الكاتب علي الذهب، حيث يقول فيها إن خلافات كبيرة تعصف بما يسمى المجلس الانتقالي نتيجة التصرفات الفردية التي يقوم بها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك. ذهب أفاد أن المجلس المدعوم من الإمارات أوقف خلال الأسابيع الماضية نشر نشاط بن بريك، واعتبر ما يقوم به سلوكا خاصا به، وقد أكد ذلك بنفسه. وعزى الذهب السر في التأزم القائم بأنه يكمن في وجود صراع بين القوة العسكرية التقليدية والنفوذ السلفي الجامي الذي يعمل على رهن قرار المجلس إقليميا. وأضاف الذهب أنه حصل على معلومات تشير أن بن بريك أجرى سلسلة لقاءات متقدمة مع عدد من أقرباء الرئيس علي عبد الله الصالح وبرلمانيين وقياديين في حزب المؤتمر، وأنه يلاقي في ذلك دعما سعوديا فضلا عن الدعم الإماراتي. موقع الحرف 28 أورد خبرا عن استمرار الإمارات ببناء معسكرات لها في جزيرة سقطرى، كما تقوم شركاتها بتجريف الأسماك. يقول الموقع إن الإمارات قامت خلال الأسابيع الماضية ببناء معسكرات تدريب في الأرخبيل، وأنها بدأت حملة تجنيد واسعة في القرى دعما لها. وأشار إلى أن القوات الإماراتية تقوم بعملية تجنيد واسعة في الأرخبيل، وأن أغلب المجندين هم من خارج المحافظة، كما كشفت عن قيام الإمارات عبر شركات تابعة لها بتصدير أطنان من الأسماك بشكل دوري إلى أبوظبي. نشر موقع الخبر بوست خبرا عن نجاح الشرطة العسكرية في محافظة تعز بإنهاء سيطرة متمردين مدعومين من الإمارات على طريق يربط المركز الإداري لتعز بمديرية النشمة. ووفقا لتصريحات الجيش، فقد قامت الحملة بفتح الخط الرابط بين تعز والنشمة بعد أن قام متمردون بقطعها في منطقة البيرين جنوب تعز وإعاقة حركة السير فيها وبث الرعب والخوف في أوساط السكان. الجيش تحدث عن تحليق لطيران التحالف السعودي الإماراتي في أجواء مديرية الحجرية تزامنا مع الحملة الأمنية التي سيرتها السلطات ضد متمردين مدعومين من دولة الإمارات. موقع يمن مونيتور تطرق لاحتفال بلدة دمول بمحافظة حضرموت بزفاف 80 عريسا وعروسا. وفقا للموقع، فقد تعذر إقامته في 9 شوال الماضي تنفيذا والتزاما بالإجراءات الاحترازية لمقاومة جائحة كورونا، حيث التزم حينها الأهالي بإقامة زواجات فردية رمزية حرصا منهم على الالتزام بالتوجيهات. وفي كلمة له أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الزواج علي هادي بكر على أهمية الحفاظ على الزواج الجماعي وإقامته كل عام لتخفيف الأعباء على الأهالي، داعيا جميع الأهالي للتفاعل والتكاتف لبقاء هذا العطاء. إلى موقع الصحوة نت الذي نشر تصريحات للمفوضية الأممية للاجئين، حيث تقول إن ما يقدر بنحو 300,000 شخص في اليمن خسروا منازلهم ومحاصيلهم وماشيتهم وممتلكاتهم الشخصية في الأشهر الثلاثة الماضية جراء السيول والفيضانات الشديدة في 8 محافظات يمنية. وفقا للمتحدث باسم المفوضية، فإن العديد من النازحين الذين شردتهم الفيضانات كانوا يعيشون أصلا في حالة من الفقر المدقع، وغالبا ما يكونون في مساكن مؤقتة مكتظة مصنوعة من الأغطية البلاستيكية أو الطين التي جرفتها المياه أو تعرضت لأضرار جسيمة. ويضيف أن المناطق الأكثر تضررا تشمل محافظات مأرب وعمران وحجة والحديدة وتعز ولحج وعدن وأبين، حيث تسببت الفيضانات بمقتل ما لا يقل عن 148 شخصا في الشهرين الماضيين.
أورد موقع المدينة أونلاين تقريراً عن تفاقم أزمة الكهرباء في مدينة عدن وألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، حيث أصبحت من أشد فصول المعاناة التي يعيشها سكان هذه المدينة. يقول الموقع إنه في ظل توالي الخيبات والوعود المتكررة بإيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، وصل عدد ساعات الانقطاع من 4 إلى 6 ساعات بخلاف انطفائها بسبب حدوث الخلل الفني، مما أدى لاضطرار السكان إلى شراء المولدات والأجهزة الكهربائية من أجل التخفيف من المعاناة التي يعيشونها. ويضيف أن الانقطاع لفترات طويلة بات يضاعف معاناتهم ويكبدهم خسائر مادية واقتصادية بسبب انعدام المشتقات النفطية للمولدات وعدم وجود الوقت الكافي لشحن الأجهزة الكهربائية، مما أدى إلى غضب الشارع العدني نتيجة تردي خدمة الكهرباء المستمر. في تصريح لها تقول المواطنة إيناس محمد إن الكهرباء أصبحت مصدرا للضجر وضيق الحال، بينما الطالبة في كلية الطب عايشة وجيه، فوصفت معاناة انقطاع الكهرباء بقولها إنها أصبحت وجعا دائما يؤرق السكان خاصة في فصل الصيف. موقع المشاهد ند أورد تقريرا عن معاناة عاشتها عاتكة بجاش بسبب الحرب والنزوح المستمر وإعالة إخوانها وأبيها الذي لم يستطع الاستمرار بالعمل بعد اندلاع الحرب في العام 2015. تقول عاتكة أنه أثناء رحلة النزوح مضت العائلة في عدة طرق جبلية وعرة اضطرتهم إلى المشي على أقدامهم أحيانا، مضيفا بأن ظهر الأب كان وسيلة النقل لمساعدة إخوتي. وتواصل عاتكة سرد قصتها إذ تقول إنه فور وصولهم إلى مديرية قعطبة أصيب أبوها بطلق ناري في صدره من مصدر مجهول، هو ما جعلها تخرج للبحث عن عمل لإعالة أسرتها. وتلفت أنه أثناء عودتها في إحدى الأيام وبحوزتها ما يقارب 3000 ريال يمني، إذ انقلبت الحافلة التي كانت تقلها وانكسرت قدمها اليسرى. بعدها أسعفت إلى المستشفى لتجبيل الكسر وأخرجت إلى الخيمة بجوار أبيها وإخوتها، ويقوم أبوها بالخروج من أجل الحصول على لقمة العيش لها ولإخوتها. نشر موقع اليمن نت عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية أن أبو ظبي ترفض التراجع عن الانقلاب في محافظة أرخبيل سقطرى وتعتبر الأمر محسوما هناك. تحدثت المصادر للموقع أن طحنون بن زايد مسؤول جهاز الاستخبارات الإماراتي بعث برسالة إلى المخابرات اليمنية بشأن سقطرى تركز في مضمونها على أن الأرخبيل اليمني يجب أن يبقى خارج سيطرة الحكومة اليمنية. ووفقا للمصدر فإن آلية تسريع اتفاق الرياض لا تتضمن سقطرى بأي حال من الأحوال كما هو الاتفاق الرئيسي، لذلك فإنه سيبقى خارج الانسحابات والتكوينات، كما أن الإدارة الذاتية باقية في سقطرى. ولفتت المصادر أن الحكومة لم تزد على ما ذكره طحنون بن زايد في رسالته وأبلغت السعودية بمحتوى الرسالة، وكان الرد السعودي أنه سيبحث في الأمر. صحيفة القدس العربي نشرت رسالة كشف عنها مؤخرا بعثها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسو ميتران إلى اليمن، يتنبأ فيها بأن اليمن سيصبح بلدا مطيرا وشديد الإخضرار. ميتران الرئيس الفرنسي السابق أرفق مع الرسالة تقريرا علميا طويلا يبشر ويحذر في آن معا بأن اليمن سيدخل مع المنطقة بعد 2 أو 3 عقدين في مرحلة مدارية ومناخية جديدة تجعل اليمن بلدا مطيرا وشديد الإخضرار. ووفقا للموقع فقد كانت أهم توصية في هذه الرسالة أن هذا الوضع قد يستمر لمدة 400 سنة، مع توقع أن يشهد النصف الجنوبي للكرة الأرضية الوضع ذاته، وأن ينحسر مستوى المطر عن النصف الشمالي من أوروبا. وتشير الصحيفة أن النبوءات تحققت إذ من كان يظن أن صنعاء ومدن أخرى في الجزيرة العربية مهددة بمزيد من المنخفضات الجوية وتتساقط الثلوج حتى على مدن صحراوية، بينما لم نرى الثلوج في لندن وباريس وغيرهما منذ أعوام.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية جولتنا في صحافة المساء. كونوا بخير، السلام عليكم.